الفيلم كان معظمه طبعا كله او كله في اجواء كره القدم، بس اكيد كل واحد فيكم له مشهد او موقف في الفيلم هو شايف انه الافضل او الاحسن او اللي لا يمكن ينساه ابدا. هو انا حاسس ان الموضوع احنا كنا في معسكر كده في نادي قاعدين، فالمشاهد كلها كنا حاسين ان احنا في روتين كل يوم بنصحى نعمل حاجات، والناس كلها والله الناس كلها كانت عسل، فيعني كنا مبسوطين بالقعده. فانا مش فاكر انا صورت ايه احلى من ايه، مش فاكر صورت ايه امتى اصلا. في مشهد لسه والله العظيم شايفه حالا ما نزلش في الفيلم، ان شاء الله هنديهولك لمصطفى. شكرا يا ساره، قلتي معايا في الجول. دي ازازه الحضري رجعها له. ده مكتوب عليها الزوالي بيشوط فيها اللعيبه. بنتي نصحه، احنا مش هنشوط في ليلتنا الغابره دي ولا ايه؟ الصبر الصبر يا عم جابر. يمين فهمت، روحي وشوفي ابوكي هيعمل ايه. انت جايبه لي ازازه بايظه؟ ما ترميت يمين اهو. انا بس عندي استفسار بسيط، هو الحضري لما كان بيعطش كان بيشرب من نفس الازازه ولا كان بيشرب من ازازه تانية؟ لا كان بيشق بطيخ. طب انت كنت تلعب وانت حافي ايه عادي يعني؟ ده اول مشهد ليا، كان اول يوم تصوير اصلا، وما كنتش لسه قابلت حد خالص، كنت لسه دخلت بقى في اجواء الفيلم وكده، فكنت مهتم قوي وجالي بانيك اتاك اليوم ده وتعبت اصلا، بس عملت نفسي بحتفل. ده الموضوع ده ما حدش يعرفه اصلا يعني. لما جبت جون، هو انت بيجي لك بانيك اتاكس اصلا؟ يعني ساعات مش كتير كده. فجالي اليوم ده بانيك اتاك في المشهد، كان اول مره يجي لي في الشغل بقى، فعملت نفسي بعد الجون ان انا بحتفل وبتاع، ورحت نايم على الارض، قال يعني دي طريقه للاحتفال، وانا اصلا كنت بريح، ما ينفعش اقول لهم بقى ان انا تعبت، حسيت ان انا ممكن اكمل. كان اول مشهد كمان، كان ممكن يعني لو عارف ان هو الف. لا بس اصل هو في، لا اصل هو في مشهد كوميدي لمحمود البزاوي وهو بيجي له ازمه قلبيه في يعني، ده مشهد كوميدي مكتوب، انما انت حصل لك حاجه بجد في الشغل. بس يعني عدتها، لان كان في بعديها كت وكده وخمس دقايق وشويه برتقان وحاجات وبتاع، بس كان في السن بقى الحاجات اللي هي الزلط دي، لان كنت بلعب حافي برضو، كنا في حته مش احسن حاجه يعني، فكان في بقى حاجات بتطلع في الارض دي، فروحت مثلا اسبوع بقى مش عارف امشي عريق يعني، بقى الف لا باس بقى مش عامل كده. بس والله ده ولا حاجه جنب الحادثه اللي انتوا شفتوها. ايوه صح، كنا كلنا حاضرين. سواء اصلا الدور ده كان بستارز، بس خلوه حافي عشان هو فرق في الانتاج يعني. وفروا الاديداس ونوفروا. احمد جمال، ايه بخلاف فيلم المطاريد، ايه اكتر مشهد بتحبوه لنفسكم في اعمال اخرى؟ في الوصية كان في كاميرا، كان في مشهد بين انا واكرم حسني، كان بقول له كنت انا عامل دور تصوير في الحلقه الرابعه ولا الخامسه النهارده. كنت بشوفه كنت بجد والله رهيب المسلسل يعني. فالمهم كان المشهد عباره عن ايه، ان انا بروح وانا مدير تصوير، فريم مصطفى بتقول لاكرم هو انت جايب كامبا مدير تصوير؟ قال لها الواد عينه حلوه، الواد عينه حلوه وانا مراهن عليه، وبكره تشوفي الواد ده بقى هيبقى ايه. المهم قمت انا داخل، استاذ ابو بس معلش كاميرا فيها خرم، جنب الخرم في شاشه، انا لما ابص جوه الخرم اشوف شاشه ازاي. الواد عينه حلوه وانا مراهن عليه، وبكره تشوفي الواد ده هيبقى ايه. استاذ ابو بس معلش الكاميرا فيها خرم وجنب الخرم ده في شاشه، انا بقى لما اجي ابص جوه الخرم ده اشوف الشاشه ازاي. انا هتشني، حط عين في الخرم وعين في الشاشه، اجري. تمام على خيره الله. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.